محمد، يعني هل المرة الثالثة على التوالي نجح الوفد المصري بيعني وقف هذه العقبات لربما في المصالحة الفلسطينية أو حتى منع انهيار هذه المصالحة كما يسميها البعض؟ نعم، يعني بالتأكيد المصلحة مشتركة، الأمن القومي المصري مشترك مع قطاع غزة، ويجب أن يكون هناك استقرار من أجل محاربة الإرهاب في سيناء، ومن أجل أن يكون هناك اتفاق شامل للسلام مع إسرائيل. ولا يمكن أن يحدث هذا الاتفاق بدون أن يكون هناك هدوء واتفاق من قبل الجميع، وخاصة على الساحة الفلسطينية وتحديدا مع الفصائل الفلسطينية ومع إنهاء الانقسام الفلسطيني. نعم. بدون هذه الإشكاليات وبدون حل هذه الإشكاليات لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام، ولا يمكن أن يكون هناك هدوء في المنطقة بشكل عام. لابد من حل كافة الأمور على الساحة الفلسطينية من أجل موافقة جميع الأطراف. نعم. كيف سوف يمكن أن يكون هناك أطراف وهناك انقسام والبعض يرفض والطرف الآخر ربما يقبل هذه الاتفاقيات؟ أعتقد الأيام المقبلة سوف تشهد أخبارا صار خلال هذا الشهر أو خلال من يعني حتى نهاية هذا الشهر المقبل، أعتقد سوف يكون هناك حزم في موضوع المصالحة الفلسطينية وكافة الملفات المتعلقة بها.